لي ممنوع أبين خوفي قدامه وداري دموع. هبن أجمد وكابر ليه وهكسب إيه؟ هيمشي خلاص ومش راجع بقاله كتير بيتحمل أسايا عليه. بموت جوايا وببكي على حالي وأحزاني اللي جيالي خلاص ضيعته من إيدي ووقت القسوة كان مالي. ونزل دموعي سألاني هيتعوض بمن تاني؟ هموت لو راح ولا سامع ولا راضي وأقول له هموت يقول عادي وبيحسسني بذنوبي وبيفكرني بالماضي. ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان قولوا له سامان.